طيب في كسور يا دكتور بيبقى الانسان مش عارف ان ده كسر وبيقعد شويه كده مده حلوين وبعدين يكتشف في الاخر لما بقى بيحصل له بقى مضاعفات واعراض ومش عارفه ايه كده بيكتشف في الاخر ان هو عنده كسر. هقول لحضرتك ايه الكسر اللي مش محسوس ده؟ الكسر اللي مش محسوس ده عامه بيجي في الناس اللي عندهم السكر وبيبقى في الكحل بتاعه بيسموه شاركوت جوين. يجي بسبب ان هو السكر يحصل اثيروسكلوروزز يعني الـ 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 الاوعيه الدمويه بتاعته بتضيق خالص فالدم اللي رايح للاعصاب بتاعه رجله بتقل يحصل ان هو ما عادش حاسس كمان العظم بتاع رجله يتكسر وهو مش حاسس به وكل مدى يتكسر لغايه ما بتلاقي الانكل بتاعه كانه سايب كده يعني تلاقي بتلف رجله كده وبتلف كده بسبب ان هو مش حاسس بالقدمين بتوعه فده ما حسش خالص. اعراضها مؤلمه؟ لا طب ما هو كسر اهو. ما هو بس هو مش حاسس في الاساس بسبب السكر. يعني دول بيبقى الاغلبيه بتاعتهم اللي هم المصابين بمرض السكر. في بقى ناس تانية الاهمال بقى وخصوصا لما يكون ناس مأهمله في اهلها تلاقيه كسر عنق الفخذ وما عادش قادر يقف يسيبوه في السرير اسبوعين ثلاثه الالم يخف يبدا يقف تلاقيه بيعرج رجله قصرت يروحوا يكشفوا عليه بعد كام شهر يلاقوا ان فيه عنده كسر في عنق الفخذ. الاطفال برضو الاطفال بالذات او السن المراهقه اللي هو بيلعب كوره مثلا او كده وخايف يقول لاهله ده اتخبط ودراعه اتكسر ما بروحش الا ما الالم يزيد عليه والالتهاب يزيد يبدا يقول يجي مكسور بعدها بايه بيومين ثلاثه نعرف ان هو اتكسر. فهي بتختلف من شخص للتاني.